ها؟ ايش تسوي في البرنامج دايم؟ تسألك. ها؟ انت تسألها وهي تقول. حلو، انت مثلها يعني تقرقرين واجد ولا عادي الوضع؟ عادي. عادي ها؟ ما شاء الله. يعطيك تروحين انت شو اسمه عند عندهم في البيت؟ ميران ما قشتيها؟ الا قد شفتها. في التلفزيون ما شاء الله. لا. ها؟ احنا رحنا العالم وناسا كان انا ونجود عندنا عرض ثم سوينا عرضنا ثم شفتها. ما شاء الله، انت في اي فرقه ما شاء الله؟ ايه بدون فرقه. يعني تشتغل مع لحالك ها؟ ما شاء الله برافو عليك. وانت يا قمر شو اسمك؟ خلوها تسولف، لا احد يقطع حب الافكار حقها، خلوها احنا اليوم نبي نستمتع بكل واحده تسولف. شو اسمك؟ سيما. شو اسمك؟ سيما. سيما ايش؟ عبد الله زايد. ونعم سيما عبد الله زايد، من وين زايه؟ من الرياض. ما شاء الله انت من الرياض؟ ما شاء الله. وحنا وين يعني تتوقعين؟ ها؟ ما تدرين صح؟ جدة حنا، جدة صح؟ تركيا. صح عليك، حنا في جدة وانت جاية من الرياض. كيف الرياض؟ زحمة؟ ها؟ يعني شوي زحمة ها؟ كم انتم على بال ما جيتوا من الرياض جدة كم كيلو؟ 5000 كيلو؟ اوه تعبتوا كثير؟ وقفتوا كثير عند المحطات؟ صليتوا العشاء والمغرب والفجر والظهر وبعدين جيتوا؟ ايه. وش صليتوا؟ صلينا صلاة الفتح. صلاة الفجر؟ ما شاء الله، يعني انتم جيتونا بعد صلاة الفجر. حلو، صح ان برنامجنا بعد صلاة الفجر احيانا يعني الساعة 6 الصبح كذا. طيب يا سيما يعني الاجواء كيف عندكم بالرياض؟ ممتع شوية. ها؟ ممتع شوية بعدين ننبسط. يعني لا اقصد كيف الجو بالرياض عندكم؟ تعرفين احنا في جدة الحين والاجواء عندنا ما شاء الله بعد البرنامج بنروح البحر كلنا، بنروح شو اسمه نسوي سومينج نسبح هناك في البحر. ها؟ ونشوي سمك. فاحنا نبغى نعرف جو الرياض عندكم، انت عاد جاي من الرياض. احنا نبسط في الرياض كل يوم ونطلع برا تسمح لنا. تبسطون؟ ما شاء الله، ايش تبيعون؟ حلاوه وعلوك وكذا؟ ما نبيع. ها؟ ما نبيع لاننا ما نحبها. ما تحبونهم؟ يعني ما تحبون البيع؟ ما شاء الله عليك. طيب اسمعي خلينا من جو البيع وكذا والبزنس، انا عارف انك ما تحبي البزنس. انت تحبي البزنس ولا ما تحبي البزنس؟ لا ما تحبي البزنس. شلون يعني وظيفه وبس؟ ها تنومين تصحين تاكلين شكشوكه بالبيض إيه؟ تروحين. ها إيه؟ حلو. يصلح ناكل شكشوكه بدون طماط؟ لا. ها الا صح يصلح شكشوكه بدون طماط. انا كل يوم اكل طماطه. لا اقصد يعني انت تاكلين شكشوكه بدون طماط إيه؟ صح ما شاء الله. كيف؟ حلوه ها. فيها سكر؟ إيه؟ تحطين سكر معها؟ ايش كمان؟ بس سكر. بس سكر ما شاء الله، بيض بالسكر، مره جميل. حلو والله. صف كم انت طيب تدرسين؟ تمهيدي. حلو، تمهيدي انت ما شاء الله. وش يعلمونكم في التمهيدي؟ يعلمون الارقام. ارقام يعني زي ايش؟ علمينا سولفينا كذا. يعني الارقام ما حد سالكم انتم؟ يلا ها. ارقام الواحد اول اثنين ايه، بعدين انا اعرفها. انا كل يوم اعرفها بس ما حد يعلمني، بس انا اعرفها. علموك يعني؟ لا انت عرفتيها، صحيتي من النوم لقيتي نفسك في الرياض وتعرفين كل شيء حتى الارقام والحروف. إيه؟ ها؟ ما شاء الله. نفسي انا يوم من الايام كذا اصحى من النوم واحصل نفسي في الرياض، تصدقين اني احب الرياض؟ ولا مره رحت الرياض. طيب تقدرين تتوسطين لي اروح معك الرياض؟ لا. افا ليه؟ مو لازم. ابغى اروح الرياض انا. يعني انا احب الرياض. الحين في جو مطر وكذا صح؟ جو مطر؟ وانتم جايبين معكم هذه شو اسمها؟ مظلة. مظلة؟ ها؟
لا ما عندنا مظلة، يوم الأحياء ما جاء عندنا مظلة بس ما ذكرنا فيها. أها ما شاء الله عليك. طيب خلصت سوليفك ولا نرجع لك شوي نسولف معك؟ بعض الأحيان. بعض الأحيان. حلو ما شاء الله. إذا رحت الرياض ثاني مرة خذينا معك. ترى احنا مشتاقين للرياض. أنا ما عمري رحت أبد. أنا ما عمري، من اللي قد راح الرياض فيكم؟ أنا ما رحت. ولا في أحد، خذينا معك طيب وش ذا؟ يلا. احنا صديقينك، صديقينك. لحظة شوي. أصلاً عند كل يوم نروح عند كل يوم نروح مكان إيه؟ بعدين نجي وبعدين نقعد شوي بعدين نطلع وبعدين نطلع برا. تروحون البر؟ ايه. قد رحت البر؟ ايش سويتوا؟ لا البر هي منتح ذاك اليوم رحنا البر ورحنا احنا سوينا قلعة في البر. سويتوا قلعة ما شاء الله مرة. يعني في الرياض عندكم بحر صح؟ بحر؟ زينا. ليش يعني ليش تجلدونا؟ كبير رحنا عنده بس بعيد بشوية. كبير بس بعيد ما شاء الله. حلو الله يعطيك العافية. طيب تعرفين ايش عاصمة الرياض؟ لا. صح عليك. لا الا اذا قلتيها. ايش؟ عاصمة الرياض ايش؟ احنا ايه؟ كل شيء نطلع برا ما شاء الله. وواحد لا انا ابغاك تعلميني يعني عاصمة الرياض ايش؟ يعني بعد الاحيان كل يوم. لا لا يا حبيبتي عاصمة الرياض وشي؟ عاصمة الرياض اعطيك خيارات؟ ها؟ عاصمة الرياض البر، بحر، سمكة. لحظة يعني ما نروح بحر عند السمكة. شو ما تروحون البحر عند السمكة؟ ما نروح السمكة عند البحر. لا يعني العين بسألك، احنا قلنا عاصمة الرياض البحر ولا المسبح؟ وش قلنا البحر ولا ايش؟ البر. البر، بحر، سمكة. بر، سمكة. ايش؟ ما اعرف يعني. خيارات انت اختاري واحدة منهم. يا انا احنا نسبح. احنا واللي يحبنا بالفرح من قدنا. احنا كل يوم نسبح في البحر. احنا وكل يوم نسبح في البحر. لا انا ابغى الحين عاصمة الرياض عشان بس ارجع اسولف مع البنات الباقيين. يلا وش عاصمة الرياض؟ بر، بحر، سمكة. يلا اختاري. سمكة. سمكة، جيبوا لها سمكة بالله من البحر عندنا هنا. لا جيبوا لها سمكة. ايه صدقتي تعالي تمزح معي. طيب يعطيك العافية يا عسل. بحر. طيب لا تقطعي البنات. لا يا عسل يا خلاص يا رند. رند يلا تعالي اجلسي. يلا اجلس يلا. واليوم معنا برضو المبدعة سمورة اللي بتكون معنا في كرسي الاعتراف. كيف حالك يا سمورة؟ طيبة. طيبة؟ مبسوطة؟ ايش عندك اليوم بتسوين؟ ايش بتسوين اليوم في بنوتات؟ ها؟ سفاهات سمر عادية. ايش تسوي لنا في بنوتات؟ كلكم بعطيكم مجال تتكلمون الحين بس خلينا نشوف الضيوف نرحب فيهم. هذول ضيوفنا صح؟ لازم نرحب فيهم. ها يا سمر ايش؟ ايش بتسوين اليوم لنا؟ طيب كلكم عارفين موضوع حلقتنا اليوم صح؟ حدا من اليمين انا ونشوف يعني ايش عارفه موضوع حلقتنا يا تالين؟ تولين؟ ايش اسمك؟ تالين ها؟ ايه عارف موضوع حلقتنا؟ عن بر الوالدين صح؟ يلا تفضلي. اساعد امي ما اقول لها اف ولا اقول لا ولا واقول لها ان شاء الله وكل شيء. يا سلام عليك، وانت يا فرات؟ عن انك استفاد ممكن اقول للجمهور شيء صغير؟ لا مو ممكن، اذا رفعتي صوتك ممكن بس اذا طيب والله ارفع. قولي من جديد يلا. عادي عن انك شوي اكلم الجمهور المشاهدين؟ ما في مشاهدين عندنا الحين. المشاهدين اللي يشوفونا بالتلفزيون. ما في عندنا تلفزيون احنا. ايش هذا؟ ما في تلفزيون، التلفزيونات كلها هنا ما فيها ولا في تلفزيون. عادي انا اكلم. طيب يلا قولي يلا. لما انتم كتبتوا بالانستغرام اننا انا وخولة تزعلنا، احنا حتى لو تزعلنا عادي، احنا عينين براس واحد. مهما تزعلنا بنبقى صديقات مثلكم انتم، انتم تزعلون وتبقى وبالاخير انتم خواتكم تتصالحون. خلي مايك. طيب
وبعدين انا وخولة كلنا حنا خوات. حنا ولا نكش؟ يلا اوكي. وبس. طيب بقول لك شيء فرات على هذه النقطة. ايوه. دائما يعني احنا نقول ما شاء الله فرات دائما تعطينا كلمات جميلة ومميزة ما شاء الله. احنا نشكرك صراحة ونسمع لها تحية قوية على هالكلمات الجميلة. تحية قوية. سلام عليك فرات. بقول لك على حاجة يا فرات، انت دائما مهما كان انت وخولة صديقات، انت وفلانة صديقات، مهما كان لو سمعتي او شفتي اي احد كتب طنش. ليش؟ لانهم ما يدرون انكم صديقات صح؟ فانتوا صديقات دائما، يعني لا تهتمين بالكلام اللي يصير بالانستغرام ولا تتاثرين من الكلام اللي يصير بالانستغرام. اللي يكتب يكتب عادي جدا. بس انا انقهرت وانكسر قلبي. ليش انكسر قلبك؟ ما اعرف. طيب انا اقول لك على حاجه، انت ثاني مره الكلام هذا الشيء، انا اقول لكم يا بنات دائما لما تسمعون او تقرون شيء مره جميل خذوه، الشيء اللي مو كويس طنشوه. يعني الشيء الحلو في حسابك انت يا فرات ولا انت تولين تالين رند تمارا كل البنات اللي تابعونا يعني واللي موجودين معانا، دائما اذا قريتوا الشيء الايجابي، وش الايجابي؟ الشيء الكويس اللي تستفيدون منه. مثلا واحده جت قالت لك والله اتمنى يا فرات انت تنشدين في البرنامج، انا اخذ هذا الشيء. لكن لما تجي واحده تتكلم تقول انت تزعلتي وانت تضايقتي وانت خربيت، هذه كلها هذا كله شو تسوون فيه؟ كنكم ما شفتوه مع نفسكم. عرفت شلون؟ عرفتوا كيف؟ فاحنا دائما ناخذ الشيء الايجابي والنصيحه، مثلا جت واحده نصحتكم؟ لا، احنا نركز على النصيحه ونركز على الشيء ايش؟ يا فرات؟ الزين الايجابي. لا. ونترك الشيء اللي مو كويس، واحده كتبت لك انت تزعلتي انت فرات وانت ما ادري ايش. مهم. طنش الشيء هذا، طيب يلا اعطيني عن موضوع الحلقه. اول شيء قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه هو بالوالدين إحسانا. لا يعني شوف، لو أحد يعني فكر في هذه الآية في صدق، لو أحد فكر في هذه الآية راح يلاحظ إنه كل بر الوالدين في هذه الآية. قال يعني قال الله ولا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني جماعها مع بعض. طيب هو الله جماعها مع بعض، يعني نعبد الله وبنفس الوقت نبر بوالدينا. طيب بقول لك قصة وبعطيك الزبدة اللي منها. طيب أوكي. أي زبدة بس؟ اي زبده منها؟ بالقسطه. طيب اوكي. يلا. طيب حلو. كانت تعبانه وكانت نايمه، وكان ولدها اسمه يا بنات كان جالس على الجوال. طيب فقامت الام من نومها ونادت الولد، قالت له: يا محمد. جاء لها الولد ركض، يعني كذا ركض وقال لها: سمي يا ماما. وبعدين قالت له: روح جيب لي موية. يا سلام. ولما راح يجيب لها لقى ان امه نايمة، فظل جلس في الكرسي اللي جنب راسها وجلس ماسك الموية. ما قال والله هل اروح اكمل اجلس على جوالي ولا اشوف فيلمي ولا يعني قال اسوي اي شيء ولا خليني انام. لا، هذا من يعني بر الام، جلس لين ما قعدت وهذه زدتها وخلص. شكرا يا فرات. بس انا ما شاء الله انت قريتي قبل شوي قران، ما شاء الله صوتك مره جميل يعطينا صدى. مهندس الصوت حماده حبيب قلبي، ونسمع ايه من القران الكريم بصوتك ورتلي لي اياها. ها وارفعي صوتك تفضلي. يعني اقول الايه اللي قلتها قبل شوي ولا جديده؟ يعني شيء طويل شوي عشان طويلة؟ يعني أي سورة؟ يلا آية الكرسي. تفضل. قول آية الكرسي. بس خلوا المايكات، لا أحد يحرك الأسلاك، يلا. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. ارفعي صوتك. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. يا سلام عليك، شكرا يا فرات، يعطيك العافية. يلا تفضل نسمع عن موضوع حلقة. مجهزة شيء؟ يلا تفضل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال
للصلاة. خلي بس بدون شوي. مثل إذا إلى الله.